السلام عليكم، هسه نبلش شرح الجزء الثاني في هذا. المرة الماضية حكينا عن الجاب، حكينا عن أنواع الضغط الأبسوليوت والجاج والفيكم والأتموسفير. وقفنا آخر شيء عند الباسكال لو. الباسكال لو حكينا أن الضغط عند نقطة معينة على جميع الاتجاهات متساوي. فبالتالي هسه بدنا نحكي سلوك الضغط عن الارتفاع. أساس الشابتر هذا كيف سلوك الضغط مع الارتفاع. ببساطة هو علاقة خط، فيني علاقة خطية، يعني أنا ما أمشي مسافة بزيد، كل ما أمشي مسافة بزيد، كل ما أمشي مسافة بزيد، أو كل ما أمشي مسافة بقل. بكل بساطة لو جيت قلت لك أنا عندي هنا وعاء، قلت لك وعاء بحر، بحر تمام، وعاء مبين بس يلا مشيها. أنا أكون هون على سطح البحر، هون أنا قاعد طافي فوق، قاعد هون إنسان، بس إنه في إشي ضايقك من فوق، يعني راسك بوجعك، راسك بلش يضربك، إنك أنت نال التفاح، وإنك جربت بس يعني على سطح المي، تلاقي إنه لا، بس لو تنزل شوي، بلش تسكر عيونك، بلش تحط لك عنفك، بلش تحس إنه راسك بضرب. تنزل أكثر بس أكثر تهسل أكثر لحد مسافة معينة بقول لك ممنوع تنزل أكثر من هيك. يعني الناس بتصيد، وإنه أنت لما تلعب غطس إنه الناس اللي أنت حد الغطس بقول لك إنه لا تنزل أكثر من 130 متر كأنه تقريبا أو 120 متر. ليش؟ تنفجر. بقول لك مستحيل تنزل لقاع البحر للآخر لأنه راح تنفجر، ولا عمره حدا نزل إذا في أجهزة أو شيء نزلتك. يعني بحكي أنا بالوضع الطبيعي، بكل بساطة كل ما تنزل الضغط بيزيد، كل ما تنزل الضغط بيزيد، يعني ضغط النقطة هاي من ضغط النقطة هاي، ضغط النقطة هاي أعلى ما يمكن، ضغط النقطة هون صفر سطح المي، النقطة اللي على سطح المي صفر. جاج أنا بحكي، ما بحكي أبسوليوت لأنه الأبسوليوت زيد 101 يعني، بس كجاج برشر صفر، هاي أعلى هاي أعلى هاي أعلى هاي أعلى هاي أعلى. شو اللي بيزيد؟ شو اللي بكل بساطة شو يعني إذا هاي ضغط النقطة واحد، ضغط النقطة اثنين، شو العلاقة بينهم؟ ببساطة ضغط النقطة 2 تساوي هو عبارة عن ضغط النقطة 1 زائد زائد شو هذا السائل مثلا ووتر، بحكي جاما ووتر، ارتفاع اللي بينهم اللي هو زد أو اتش إلى آخره. بكل بساطة الفرق بين أي نقطتين هو عبارة عن جاما زد. الضغط هي قانونه فورس على أريا أو جاما اتش أو جاما زد. هذا قانون الضغط يعتمد هو جاما اتش او فورس على اريا حسب شو السؤال بيعطيك. بكل بساطة شو اشتقاقها؟ الجاما شو بتساوي؟ فورس فوليوم. طيب الفوليوم خليتها اي في اتش، الفوليوم اريا في اتش، رابط اتش بالباص خلص، اتش مع اتش فورس على فوليوم هي جاما، واتش مع فورس على اريا هي باسكال، الجاما تضرب. ببساطة نستنتج إنه كل ما ننزل بزيد الضغط بعلاقة لينير، بعلاقة لينير هيك. الضغط هون عالي، هون أقل 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 لحتى سطح الماء يكون زيرو. هاي الرسمة، فهون عندي الهيدروستاتيك إيكويشن، هي من أهم المعادلات. ببساطة بقول لك إنه الهيد أو الأتش في على جاما زائد زد يساوي ثابت عند أي نقاط. فبالتالي أنت إذا بدك يعني عند توجد البوزيومتريك بشر أو البوزيومتريك مثلاً علاقة هاي تقدر تطلع ارتفاع المجهول أو الضغط المجهول. أنا صراحة ما بتتعود على هاي المعادلة، بتتعرف المسميات إنه هاي اسمها بوزيومتريك عبارة عن بي على جاما زائد زد، بوزيومتريك بشر عبارة عن بي زائد جاما زد. بس أنا بدي هذا اللي تعرفه بس كمصطلح، شو هو أو قانون تحلوا كذا، بدي تحل الطريق اللي راح اعطيك اياها، وان شاء الله راح اجيب لك الحل والطريقه هي معتمده. بكل بساطه بكاد سلوك الضغط والارتفاع، هون سطح المي ما تنزل بزيد الضغط، اي ضغط الجاد ما حكيتش ابسوليوت لانه الابسوليوت هون هاي المسافه. انا بقول لك لو عندي سائل هيك ما انزل بزيد الضغط تمام. طب اذا مشيت مستقيم فيش عندي ارتفاع، تغير الارتفاع، الضغط على نفس المستوى هاي هذا الخط وثابت صح، الضغط ثابت طلع هون ثابت بس اعلى من هذا. ليش؟ انه نازل لتحت، مستوى اعلى يعني انزل لتحت، وهون هاي قيمه هاي اعلى هاي اعلى هاي اعلى، ما في شيء هون
عشان كل ما تنزل بزيد الضغط، فهي العلاقة الأساسية اللي أنا حكيتها إنه بي تساوي بي زائد جاما اتش، الجاما اللي هي رو في جي، الجاما تساوي رو في جي. حكي لك إنه أتموسفير بدلات الأتموسفير، يعني هذا الضغط أبسوليوت، ضغط أبسوليوت، وهذا شو زائد صفر، صفر هون صفر، هو الجاد صفر، فيش داعي يعني. علاقة توضح لي راح اشتغل فيها كل التعب. لو بدي احسب الضغط لنقطة جوا السائل معين مثلا الهواء، بحكي ان ضغطها بيساوي ضغط الهواء زائد الوزن النوعي ضرب الارتفاع بينهم. اكيد الجاما اتش، جاما اتش دائما جاما اتش. لازم تعرف ان الضغط تحت اعلى من فوق، عشان هيك انزل لتحت بكون موجب، وكل ما اطلع لفوق بتصير سالب. اكيد يعني انا بدي انزل بكون الضغط تحت، اذا بطلع لفوق الضغط بتقل فبتصير الاشارة سالبة. تمام، ببساطة لو انا عندي هذا المستوى مثلا، كل النقاط ضغطها متساوي، ضغطها متساوي، ضغطها متساوي، متساوي، ضغطها متساوي، ضغطها متساوي، بغض النظر عن الشكل، هي على شتى شبه يعني مثلا هون على كيرف، على ارتش، على مثلث، على شكل غير منتظم، ضغط هون على كل النقاط متساوي، ضغط النقطة هاي يساوي ضغط النقطة هاي، لأنه هاي فوقيها سائل، فوقيها سائل آخر، فوقيها مي، فوقيها زئبق ومي، ضغط هاي غير هاي. بكل بساطة هاي المسافة جاما اتش، هاي المسافة بتكون هون لهون جاما اتش زائد جاما اتش. ايش الجاما اتش اللي هون؟ هون جاما ميركوري، هون جاما ووتر. جاما ميركوري بتختلف عن جاما ووتر، فبالضغط ضغطه غير متساوي. هسه نيجي نحل امثلة. يلا نيجي نحل امثلة. بقول لي what is the water pressure at 35 feet in the tank shown؟ يعني بده الضغط عند النقطة هون بس. انا ايش بكل بساطة بحكي؟ عندي طريقتين للحل، يا بطبق معادلة الهيدروستاتيك، يا بطبق الشيء اللي قلت لك اياه. شو هو بده؟ الووتر بريشر، جاب لي سيرة جاج او ابسوليوت؟ بقول لك لا، شو بتعمل انت؟ خليها بدلة الجاج مثلا. شو بحكي انا؟ خلنا نثبت الرسمة واسكر الحل. تمام، اللي هون سطح المي، وهاي ضغط النقطة 2، المسافة بينهم 35. وقال لي هاي ووتر، الووتر نظام بريطاني لأنه هاي قال لي 35 فيت. تمام، جاما ووتر بالنظام هذاك 62.4، حكينا عنها بالكتر السابق. يلا ضغط النقطة 2 شو بساوي؟ ضغط النقطة اللي فوقها زائد جاما في اتش. يلا بي 2 بدي اياها، بي 1 انا بحسب جاج، لسه جاج زيرو، سطح المي جاج زيرو، زائد جاما، جاما كم؟ 62.4، والاتش كم؟ 35. معي هون الاتش 35 فيت، وهاي الجاما بالفيت تقريب، ما بحول، ما بحول. لو كانت هاي بالانش بدي اقسمها 12، اقسمها 12 عشان تحولها لفيت. هذا الجواب بيطلع معي بي اس هذا فيت ايش جاج، بدك اياه ابسوليوت بتزيد 14.7. تمام، ايوه بعد سيد بوب. طيب بدك تحل الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه طريقه المعادله الهيدروستاتيك، انه البوزمتريك بريشر على كل نقطه متساوي، يعني البوزمتريك بريشر هون بيساوي البوزمتريك بريشر هون. شو بحكي انا؟ البوزمتريك بريشر هو بي 1 زائد جاما اتش 1 او زد 1 تساوي بي 2 زائد جاما اتش 2. يلا عن مرجع معين، بي 1 كم؟ صفر. جاما اتش 1، جاما احنا بنحكي عن سائل مي 62.4، اتش 1 كم؟ هو معطيني اتش 1 عن مرجع معين مش معروف شو هو، 250 تساوي بي 2 بدي اياها، جاما هي نفسها 62.4، واتش 2 كم؟ اذا هاي 200 وهاي 250 هي كم بدها تكون؟ 215. بالتالي بي 2 بدها تساوي 62.4 من المشترك 250 ناقص 215، فبيطلع كم هذا القيمة؟ بتطلع معي 35، فبيطلع معي نفس هذا. فأنا يا بحل على الطريقة هاي، بحل على الطريقة هاي، ولكن إذا بدي أحل على طريقة الهيدروستاتيك إيكويشن لازم أحل بحيث يكون معطيني الارتفاع عن مرجع معين. ما أعطاني إياه ما راح تعرف تحل مضبوط، عشان هيك أنت حل على الطريقة هاي دائما أفضل بكثير. طيب نيجي نحل هذا السؤال، واتوقع نوقف بعده.
لا نوقف بعده. تمام. oil with specific gravity 0.8. الزيت specific gravity للزيت 0.8. عملي طبقة ارتفاعها 0.9. وإيش الطبقة هايها؟ الاتش يعني 0.9. an open tank filled with water تحت بارتفاع الدبث 3، يعني ارتفاع الخزان 3.9 منه زيت 2.10 واحد بتكون مي. What is the gauge pressure at the bottom of the tank؟ بده الضغط عند النقطة 3 أو بده الضغط تحت. شو بحكي أنا؟ النقطة 3 شو بيساوي؟ بيساوي ضغط النقطة 3. يلا دائما بدي ضغط نقطة بمشي من الجهة الثانية، يعني أنا بدي ضغط النقطة من تحت بمشي من فوق من ضغط المعلوم بغض النظر. شو بحكي أنا؟ يلا بدي أنزل هيك، بحكي بي 1 زائد كل ما أنا قاعد بنزل، فكل ما أنزل بزيد. دائما ضغط النقطة أو ضغط نقطة زائد 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 أو ضغط نقطة ناقص ناقص ناقص. بي 1 نزلت، ما أنزل شو بصير؟ بحكي زائد زائد كم؟ هذا إيش السائل؟ جاما زيت، جاما أويل ضرب اتش للأويل. كم الاتش للأويل؟ 0.9 برضو نازل. هذا ايش السائل عندي؟ ووتر. بحكي جاما ووتر ضرب المسافة هاي. كم المسافة هاي؟ 2.1. يعني كل ما صار عندي اختلاف بالسائل بصير عندي حد جمع، كل ما صار عندي اختلاف بالسائل حد جمع. يعني لو هاي ووتر وهاي ووتر بصير خلص بحكي جاما بي 3 بتساوي بي 1 زائد جاما زائد جاما في 3، بس هون عندنا اختلاف سائل فهاي. طيب بي 1 كم؟ صح سائل 0. جاما اويل هو معطيني سبيسيفيك جرافيتي للاويل، بس انا مره قلت لك شابتر 2 جاما سبيسيفيك جاما بتساوي سبيسيفيك جرافيتي جاما ووتر دائما. بالتالي شو بحكي هاي؟ 0.9 او 0.8 جاما ووتر. كم جاما ووتر؟ 9810. وهون كم؟ 9810. بيطلع معي الناتج هيو بي 3 بتساوي بي 1 زائد جاما اويل في 0.9 جاما ووتر في 2.1، بيطلع معي الرقم 27664 باسكال، 27.6 كيلو باسكال. لازم تطلع الناتج يا باسكال يا كيلو باسكال حسب المالتيبل بيعطيك. وطلب ابسوليوت 101. لو طلب ضغط النقطه 2 بحكي بي 2 بتساوي بي 1 زائد جاما جاما بوينت. بس يعني انا بدي ضغط نقطه هون بحكي هاي زائد هاي زائد هاي. يلا مع الامثله راح تفهمها اكثر فاكثر. طب نيجي لهذا السؤال. Determine the pressure at the gasoline water interface of the bottom of the tank. بدو الضغط تحت عند نقطة 2. Express the pressure in unit. باوند لكل فت تربيع وباوند لكل انش تربيع. يعني بدي حل السؤال. يكون BSF. حل السؤال BSI. وبدو the pressure head. نتاك من the pressure head. لك the specific gravity للغازولين 6.8 والجاما ووتر 62.4. بكل بساطة. بتحسب الضغط هون. شو بحكي أنا؟ من فوق. نقطة واحد بسميها، وين نقطة اثنين، وين نقطة ثلاث. تكمل تسميتها بسميها. شو بحكي أنا؟ بي 3 بتساوي بي 1 بعدين أنا قاعد بنزل، بنزل شو يعني موجب جاما اتش. بعدين لقيت عندي اختلاف بالسائل بحكي زائد جاما اتش. يلا شو الجاما اللي هون؟ جاما جازولين. وشو الاتش اللي عندي؟ 17 فيت. الجاما كم؟ السائل الثاني ووتر جاما ووتر. اتش كم؟ اتش ووتر كم؟ 3. هون كم بيطلع معي الناتج؟ هون 0. هون الجاما فيت 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 فيت، فبيطلع معي الناتج بالبي اس اف. واذا بدي اياه بالبي اس اي، يا بحول يا شو بعمل؟ كل اتش بقسمها 12، كل اتش بقسمها 12. يلا شوف كبيره الفتحه 0، جاما جازولين في 17، جاما ووتر في 3. لاحظ جاما جازولين حكيت 0.68 جاما ووتر. ليش؟ جاما لأي إشي بتساوي جاما ووتر specific gravity. يلا معي كم؟ معي 908 لكل في التربيع. إذا بدي إياه بالإنش شو بعمل؟ حكينا بنقسمها 144. إذا بدي البرشر هيد بحكي بيتو على هاي وخلص. بدك برشر هيد فكرة منه. طيب راح نوقف هون إن شاء الله، والفيديو الجاي راح أحكي عن خصائص قياس الضغط. يعطيكم ألف عافية.